هذه 4 سنين ولا 3 سنين وحنا ما درنا لا مهرجان ولا والو. جات القريحة ديالنا حنا كأفراد، السي هشام التيفيري، السي عبد المجيد الملياني عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، لالة فاطمة الزهراء الدويري، السي حفيظ الطيبي، هادو 4 ديال الناس. جات القريحة ديالنا باش نديرو شي مهرجان لهاد الشباب من بعد الجائحة كورونا، ومهرجان خصو يكون في المستوى. لقينا بعض الدعم من بعض الجهات اللي هما دعمونا، جزاهم الله بخير، عطاونا يد المساعدة المعنوية، منهم رئيس الغرفة، منهم العمدة ديال جهة فاس مكناس، رئيس الجهة مشكور بالطاقم ديالو، وعطاونا هاد القاعة الحمد لله، ودرنا هاد المهرجان اللي هو تيشرف مدينة فاس أو جهة فاس ككل. لان كاين التكوين المهني وكاين التكوين العرفي اللي تيتكونوا في الصالونات وما تيحصلوش على ديبلومات، كنمنحوهم ديبلومات باش يمكن لهم يفتحوا محلات افاقيه في المستقبل او يسافر به او هذا، تيكون ديبلوم سيرتيفي. حاليا عندنا تقريبا مسجله 150 مشارك اللي هي كاينه الان، ومن هنا الامسيه في العشيه ان شاء الله يمكن يكون المزيد، يمكن نكملوا ال 200. اخيرا تنطلب على الله هاد الشباب يوعوا ويكونوا في المستوى ويديروا شواهد ديالهم باش يمكن لهم يتكونوا ويزيدوا للامام، وما يبقاوش يتعطاوا المخدرات، يتعطاوا المسائل اللي هي هذا، يمشيوا في المسائل اللي هي مهنيه وشريفه وتدخل القوت اليومي. في البداية أود أن أشكر الجميع، كل حضور، كل اللي جاوا من المدن بعيدة، فمرحبا ألف مرحبا. اليوم كما كتشوفوا هو عرس ديال الجميع، فهو مهرجان وطني بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، فنحن اليوم جد سعداء بهذا المنتوج اللي هو المهرجان الوطني بشراكة مع الهيئة الجهوية و جمعية ديال الحاج عبد المجيد الملياني ولالة فاطمة الزهراء الدويري وجمعية السعادة اللي كترأسها السي حفيظ الطيبي. فاليوم حنا الحمد لله بكل صراحة شلنا واحد المستوى عالي جدا بالنسبة للمهرجان الوطني اللي جاونا من كل المدن المغربية، وحنا جد سعداء بهذا المنتوج الحمد لله، ودائما ان شاء الله السميع العليم غادي نكونوا من حسن الى احسن. كنشكر خويا سي الطيبي، وكنشكر جميع الناس اللي تبارك الله نظموا هذا الحفل هذا، اللي منهم تبارك الله سي هشام التيفيري والحاج الملياني وهذا الانسان اللي قدامكم تبارك الله. حنا فرحانين وفخورين، حنا ما نويناش بان التظاهره غتكون بهذا تبارك الله بهذا الكم الهائل ديال الناس. كان الحضور في جميع مدن المغرب وكيتزامن مع الخضراء الحمد لله، دونك هذا احتفالين عندنا في هذا النهار هذا، وهذه غير البدايه. هذا مهرجان في النسخه ديالو الاولى ودار تبارك الله الصدى وجو هاد الناس كلهم، دونك مرحبا بالجميع، وهذه غير البدايه ان شاء الله، ومازال ان شاء الله غتكون تظاهرات وحده اخرى ان شاء الله. المدن تاع سفيان الافجدر اللي هو تبارك الله فنان واللي تنفتخر به، هو ولد مدينتي، ولد مدينه ازرو، وثاني حاجه هو ولد عمتي، داكشي باش جيت معاه لهنايا، وتنشكروه بزاف، وتنشكروا هاد الجهات اللي تتنظم هاد التظاهرات وهاد سميتو راه تيشجعوا الشباب وكيشجعوا هاد المواهب تبارك الله. هو الفكره نتاع هاد الحسنه هو الاستاذ إخلف، ايوب إخلف، والتطبيق نتاع سفيان أفجدار. المغاير اللي تنشوفوا على هاد الحسنات كاملين هو ان شي حاجه جديده، تنشوفوا الثروات دي، تنشوفوا الابداع ديال الدين تبارك الله اللي تيحطوا هاد الرسومات وهذا سميه وهذا الثروات دي تبارك الله عليهم.
اكيد بمناسبه المسيره الخضراء كنتواجدوا هنا بجامعه فاس لاحياء ذكرى المسيره الخضراء اللي كتنظمها جمعيه الحلاقه او المهرجان الوطني للحلاقه. عندي مجموعه ديال الاغاني اللي غادي تقدم بالمناسبه مثل اغنيه انا الصحراء، اغنيه عروس ترمال، كذلك صوت الحسن ينادي، وما هي الا رساله صارخه للاطفال والشباب وترسيخ المواطنه، وكذلك لنقول ان الصحراء مغربيه شاء من شاء وكره من كره.